بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. ما زال الكلام على أحكام سجود السهو، وذكرت لكم في أول درس أن أسباب سجود السهو خمسة. السبب الأول أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة، والسبب الثاني أن يشك في ترك بعض، والسبب الأول والثاني مر قراءة ما يتعلق بهما. السبب الثالث نقل ركن قولي، نقل ركن قولي. السبب الرابع أن يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة، والسبب الخامس أن يأتي بفعل مع احتمال الزيادة. هذه خمسة أسباب، درسنا سببين وبقي ثلاثة. اليوم إن شاء الله نحاول أننا نكمل الثلاثة الباقية. السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وأرجو أن تكتبوا يعني رقم ثلاثة فوقه حتى تعرف أنه الثالث. قال المصنف العلامة الفقيه من لباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين، قال ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله، أي السبب الثالث من أسباب سجود السهو أن يسجد لنقل مطلوب قولي، لنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله. هذه العبارة تحتاج إلى بعض التحليل حتى نفهمها جيدا. السبب الثالث نقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله. لاحظ معي، قال نقل مطلوب ماذا؟ قولي. المطلوب، كلمة مطلوب أي ما طلب منك في الصلاة، والذي طلب منك في الصلاة وهو قولي هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون ركنا من أركان الصلاة، فيوجد في الصلاة أركان قولية مثل قراءة الفاتحة ومثل التشهد الأخير، وإما أن يكون بعضا من أبعاد الصلاة كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإما أن يكون هيئة، والهيئة السنة غير المؤكدة مثل قولك سمع الله من حمده في الاعتدال، وقولك في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ونحو ذلك. هذا المطلوب القولي، ولاحظ معي نتكلم على المطلوب الإيش؟ القولي، ليس الفعلي، ليس الأفعال. هذا المطلوب القولي إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة. إذا نقلت مطلوبا قوليا من محله إلى غير محله فإنك تسجد للسهو، لكن في بعض التفصيل البسيط. إذا كان هذا المطلوب القولي ركنا من أركان الصلاة مثل ماذا؟ مثل الفاتحة. نفترض أنه قرأ الفاتحة على سبيل المثال في جلوس التشهد، إذا نقل هذا الركن القولي إلى غير موضعه. نفترض أنه قرأ التشهد الأخير في حال القيام، إذا نقله إلى غير موضعه. نقول إذا نقلت ركنا قوليا إلى غير محله يسن لك أن تسجد للسهو. هذه الحالة الأولى، تمام؟ طيب إذا نقل ركنا، عفوا، إذا نقل بعضا قوليا مثل التشهد الأول
قرأ التشهد الأول في حال القيام، قرأ التشهد الأول في حال الاعتدال مثلا، واضح؟ نقول هذا مثاله التشهد الأول. أيضا سجد للسهو، سجد للسهو. طيب إذا نقل هيئة من هيئات الصلاة مثل التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، التسميع في الاعتدال، هذا الهيئة فيه تفصيل. قالوا لك هذه الهيئة، والهيئة معروف أن المراد بها السنة غير الإيش؟ المؤكدة، صح؟ هذه الهيئة إما أن تكون السورة التي بعد الفاتحة، إما أن تكون السورة التي بعد الفاتحة، وإما أن تكون هذه الهيئة غير السورة، مثل التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود ونحو ذلك. فإذا كانت السورة التي بعد الفاتحة ونقلها إلى غير القيام فإنه يسجد للسهو، واضح؟ وأما إذا كان غير السورة كالتسبيح في الركوع، كالتسبيح في الاعتدال، فإنه لا يسجد للسهو عند العلامة الرملي. عند الرملي ابن حجر له تفصيل، لكن هو لم يذكر لا نتعرض له. عند العلامة الرملي لا يسجد للسهو. وبالتالي لو قلت على سبيل المثال في السجود سبحان ربي العظيم وبحمده بدلا من الركوع، نقلته إلى السجود، سبحان ربي العظيم وبحمده في سجودك، لا تسجد للسهو. لو قلت على سبيل المثال في الاعتدال بدل أن تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد قلت الله أكبر في الاعتدال، لا تسجد للسهو، واضح أو لا؟ إذا نقلت الهيئة إلى غير موضعها لا تسجد للسهو إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت السورة التي بعد التي بعد الفاتحة. فهمنا أو لا؟ هذا خلاصة المسألة. لكن لاحظ معي، قال نقل مطلوب قولي، عندما قال قولي هذا قيد، أخرج ماذا؟ أخرج الفعلي. فنقل مطلوب فعلي تعمدا يبطل الصلاة، فلو سجد بدل أن يركع متعمدا بطلت صلاته، ولو ركع بدل أن يسجد متعمدا بطلت صلاته، ولو انتقل من الركوع إلى السجود دون أن يعتدل عامدا بطلت صلاته. لماذا؟ لماذا نقل الركن القولي لا يبطل الصلاة ونقل الركن الفعلي يبطل الصلاة؟ قالوا لأن نقل الركن الفعلي يغير هيئة الصلاة، بخلاف نقل الركن القولي فلا يغير هيئتها ونظامها، واضح أو لا؟ إذن قيده لك بقوله ماذا؟ قولي يخرج ماذا؟ يخرج الفعلي. طيب قال غير مبطل نقله، غير مبطل نقل مطلوب قولي غير صفة لمطلوب، مبطل نقله، نقله ايش اعرب نقله؟ ها؟ ما اعرب نقله؟ فاعل لمبطل، فاعل لاسم الفاعل مبطل، فاعل لاسم الفاعل، فإنه آثم قلبه، واضح؟ فإن غير مبطل نقله، واضح؟ طيب إذا كان المطلوب القولي نقله مبطل، واضح؟ فإن الصلاة تبطل، يخرج من الصلاة. ما مثاله؟ مثاله السلام، لو أنه سلم قبل إكمال صلاته، مثلا صلى الظهر فلما كان في الركعة الثالثة سلم متعمدا، واضح أو لا؟ سلم متعمدا بطلت صلاته. الآن ماذا عمل؟ نقل ركنا قوليا وهو السلام إلى غير محله، نقول نقل السلام يبطل الصلاة، واضح؟ إذن قوله غير مبطل كالسلام واحد، وتكبيرة الإحرام بقصد التحرم، فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام قاصدا التحرم
في أثناء صلاته بطلت صلاته، لأنه يتضمن قطع الصلاة، واضح أو لا؟ أما لو أتى بتكبيرة بقصد الذكر فإنها لا تبطل، فهمنا؟ أيوة. انظر ماذا قال، هذا سيأتي به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا، يعني يقول لك إن نقل المطلوب القولي إلى غير محله يشرع له سجود السهو، سواء نقلته عمدا أو نقلته سهوا في الحالتين ولو سهوا. قال: ركنا، يعني سواء كان تقدير الكلام، سواء كان هذا المطلوب القولي ركنا، ركنا مثل ماذا؟ ها، مثل الفاتحة. قال: ركنا كان كفاتحة وتشهد، أي وتشهد أخير، أو بعض أحدهما، يعني ليس فقط هذا إذا قرأت الفاتحة كلها، بل ولو قرأت بعضها في غير محلها، ليس هذا فقط إذا قرأت التشهد كله، بل ولو قرأت بعض التشهد في غير محله، واضح؟ قال: كفاتحة وتشهد، أي أخير، أو بعض أحدهما، أو غير ركن. مثل إيش غير ركن؟ قال: كسورة، أي إذا نقلت السورة عن محلها، واضح؟ وقنوت إلى ما قبل الركوع. القنوت محله بعد الركوع، فلو نقلت القنوت إلى ما قبل الركوع فإنك تسجد للسهو، لأنك نقلت سنة قولية عن محلها، فهمنا؟ قال: وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له. يعني الشافعية يقولون إن القنوت يستحب في موضعين، في صلاة الصبح كل يوم، وفي رمضان في النصف الأخير منه، واضح؟ بقية السنة لا يستحب، لا يشرع القنوت في الوتر، بقية السنة لا يشرع القنوت في الوتر. طيب لو أن الإنسان قنت في الوتر في غير النصف الأخير من رمضان، هذا أتى بسنة وهي القنوت في غير محلها، صح؟ يسجد للسهو. ولذلك انظر ماذا قال، قال: أو بعده. إيش معنى أو بعده؟ أي قنت بعد الركوع في الوتر، قنت بعد الركوع في الوتر في غير نصف رمضان الثاني، في غير نصف رمضان الثاني، قنت بعد الركوع في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له، فهمنا هذا؟ ثم قال: أما نقل الفعل فيبطل تعمده. هذا كأنه يقول لك: واحترزت بقولي نقل ركن قولي، كلمة قولي ليخرج ماذا؟ لأخرج الركن الفعلي، فإن تعمد نقل الركن الفعلي يبطل الصلاة، فهمنا؟ قال: أما نقل الفعل فيبطل تعمده. وخرج بقولي، وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل، يعني هو قال لك نقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله. طيب لما قال غير مبطل نقله أخرج ماذا؟ ما كان نقله مبطلا، مثل قال: كالسلام، فإن نقل السلام يبطل الصلاة. وتكبير التحرم بأن كبر بقصده، يعني كبر قاصدا التحرم، فإنه يبطل الصلاة، فهمنا هذا؟ هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو. ثم قال رحمه الله تعالى: ولسهو ما يبطل عمده لا هو، أي السهو. أيوة، هذا يحتاج إذا إلى شرح أيضا. عندنا ثلاث حالات،
عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى ما يبطل عمده وسهوه، يعني لو فعلته عمدا بطلت صلاتك، لو فعلته سهوا بطلت صلاتك. القسم الأول هذا. القسم الثاني ما يبطل عمده دون سهوه، يعني لو فعلته عمدا بطلت الصلاة، لو فعلته سهوا لا تبطل الصلاة. تمام؟ طيب القسم الثالث ما لا يبطل عمده ولا سهوه، سواء فعلته عامدا أو فعلته ساهيا الصلاة لا تبطل. كم هذه أقسام؟ ثلاثة. نريد مثالا لكل واحد. نريد شيئا عمده يبطل الصلاة، سهوه يبطل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل الكلام الكثير. الكلام الكثير، سواء كنت عامدا أو كنت ساهيا في الحالتين تبطل الصلاة. وأيضا الفعل الكثير، لو فعل ثلاث خطوات مثلا فإن عمد ذلك وسهو ذلك يبطل الصلاة. تمام؟ نريد شيئا يبطل عمده الصلاة لكن سهوه لا يبطل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل الكلام اليسير. فالكلام اليسير بنحو ثلاث كلمات سهوه لا يبطل الصلاة لكن عمده يبطل الصلاة. فهمنا؟ طيب نريد شيئا منهي عنه لكن عمده لا يبطل الصلاة وسهوه لا يبطل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل الالتفات، الالتفات بالوجه، لو التفت بوجهه في الصلاة فإن عمد ذلك وسهو ذلك لا يبطل الصلاة. فهمنا أو لا؟ جيد. انتبه معي، متى نسجد للسهو؟ هذا القسم عمده وسهو يبطل الصلاة، طبعا لا يسجد للسهو لأنه خرج من الصلاة، صح؟ إذن هنا ما في سجود سهو، لا يوجد سجود سهو، وهنا أيضا لا يسجد للسهو. أين يسجد للسهو؟ هنا، هنا يسجد للسهو. فهمنا أو لا؟ إذن لو سألتك ما هو السبب الرابع من أسباب سجود السهو، الجواب أن يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. أن يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة، مثل ماذا؟ مثل كما لو تكلم بكلام يسير. إذا كان تكلم بكلام يسير، طبعا بكلام يسير حتى يتم المثال، ناسيا، ها ناسيا، فإن الكلام اليسير ناسيا لا يبطل الصلاة لكن عمده يبطل الصلاة. فهمنا؟ هذا هو السبب الرابع من أسباب سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: قال ولسهو ما يبطل عمده لا هو. ما معنى لا هو؟ أي ولا يبطل سهوه، هذا المقصود. ولذلك قال ولسهو ما يبطل عمده لا هو، أي السهو، أي لا يبطل سهوه، هذا المقصود. ما مثاله؟ قال كتطويل ركن قصير. تطويل الركن القصير عمده يبطل الصلاة سهوه لا يبطل الصلاة. ما معنى تطويل الركن القصير؟ يحتاج إلى شرح. عندنا ركنان قصيران في الصلاة، هما الاعتدال واحد، والجلوس بين السجدتين اثنين، هذان ركنان قصيران. لو أنك
أطلتهما عامدا بطلت صلاتك، أطلتهما ناسيا ساهيا لا تبطل. طيب يسأل سائل يقول ما هو قدر التطويل الذي يبطل الصلاة؟ الجواب: قدر التطويل الذي يبطل الصلاة أنك تطيل الاعتدال بقدر الذكر المشروع، بقدر الذكر المشروع، سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الذكر المشروع، زائدا قدر الفاتحة، يعني مقدار يتسع للذكر المشروع والفاتحة وتزيد على ذلك، فإذا زدت على ذلك وكنت عامدا بطلت صلاتك. واضح؟ وكنت عاملا. طيب لو فعل ذلك ناسيا، نقول لا تبطل صلاتك لكن تسجد للسهو. فهمنا؟ طيب هذا بالنسبة للاعتدال. بالنسبة للجلوس بين السجدتين ما مقدار التطويل؟ نقول مقدار التطويل في الجلوس بين السجدتين أن تأتي بالذكر المشروع بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني إلى آخر، زائدا قدر أقل التشهد، قدر أقل التشهد، فإذا زاد على ذلك بطلت الصلاة إذا كان عامدا. وطبعا المعتبر هنا بارك الله فيكم القراءة المعتدلة، ليست القراءة السريعة ولا القراءة البطيئة، بل المعتبر القراءة المعتدلة. فهمنا؟ طيب إذن المثال الأول الذي مثل به قال كتطويل ركن قصير. مثال الثاني قال وقليل كلام، أي ولو تكلم قليلا ناسيا، فإن كلامه ناسيا يبطل عمده، يبطل الصلاة. واضح؟ لكن كونه ناسيا لا يبطل الصلاة. قال وأكل بضم الهمزة، ضم الهمزة عندكم أو لا؟ ضم الهمزة، نعم. وأكل، أكل عندك بالفتح؟ لا، الصواب بضم الهمزة. أكل، الأكل هو الطعام، الشيء المأكول، والأكل هو الفعل. الفعل بارك الله فيكم تبطل به الصلاة إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا تمام لا تبطل به الصلاة حتى وإن تعمده، حتى وإن تعمده. فالمقصود هنا الأكل الذي هو الطعام، تمام. قال رحمه الله تعالى وزيادة ركن فعلي. لو زاد ركنا فعليا، لو زاد ركنا فعليا فإن صلاته تبطل، طبعا إذا تعمد. طيب لو زاد الركن الفعلي ناسيا تبطل صلاته؟ بدل أن يسجد سجدتين سهى فسجد ثلاثا، زاد ركنا فعليا صح؟ تبطل صلاته؟ لا، لكن يسجد للسهو، لأن هذا مما عمده يبطل الصلاة، فإذا فعله سهوا سجد للسهو. فهمنا أو لا؟ إذن هو كم ذكر لك أمثلة الآن؟ أربعة أمثلة. قال كتطويل ركن قصير وقليل كلام وأكل وزيادة ركن فعلي. ما الدليل؟ السؤال: ما الدليل على أن فعل شيء سهوا عمده يبطل الصلاة من أسباب سجود السهو؟ لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو. واضح أو لا؟ والحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، عندما صلى الخامسة، تعمد الخامسة يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ تعمدها يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ طيب فعلها سهوا يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا ناسيا فسجد للسهو، دل هذا على أن من فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة فإنه يسجد للسهو. قال وقيس به، أي بما ورد في الحديث غيره مما لم يرد في الحديث كالأمثلة التي ذكرها لك. ثم قال وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا. قال لك ما كان يبطل عمده وسهوه فإنك لا تسجد له. مثل ماذا؟ عمده يبطل الصلاة
سهوه يبطل الصلاة لا سجود له، مثل ماذا؟ مثل الفعل الكثير والكلام الكثير. القسم الأول قال: وخرج بما يبطل عمده ما يبطل سهوه أيضا ككلام كثير، كذلك فعل كثير. قال: وما أي وخرج أيضا ما لا يبطل سهوه ولا عمده. خرج أيضا ما لا يبطل سهوه ولا عمده. تسجد للسهو ولا تسجد للسهو؟ لا تسجد. قال: وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل. لو مثلا خطا خطوة أو خطوتين، هذا سواء كان عمدا أو كان سهوا لا تبطل الصلاة. إذن لو تعمدت ذلك أو فعلته سهوا لا تسجد للسهو. قال: والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده. فهمنا هذا؟ هذا السبب الثاني بارك الله فيكم من أسباب سجود السهو. ثم قال: ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة. هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو. ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة، هذا السبب الثالث في درسنا. والسبب الخامس والأخير من أسباب سجود السهو. ما معنى هذا؟ معنى هذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، ماذا يفعل؟ معلوم هذا، ماذا يفعل؟ شك هل سجد سجدة أو سجدتين، ماذا يفعل؟ يبني على الأقل، صح؟ يبني على الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد سجدة. هذه السجدة التي زادها يحتمل أنها الثانية فعلا، ويحتمل أنها ماذا؟ يحتمل أنها الثانية ويحتمل أنها الثالثة، صح؟ فيكون أتى بها مع التردد، مع الشك، مع احتمال أن تكون زائدة، مع احتمال أن تكون ثالثة، صح؟ إذن نقول لمثل هذا الشخص الذي أتى بفعل مع التردد يسن لك أن تسجد للسهو. إذن من أسباب سجود السهو أنه يأتي بفعل مع التردد فيه، ولذلك قال لك: ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة. لأنه أي هذا الزائد مثلا، أو هذا الذي أتى به، نقول لأنه أي هذا الذي أتى به إن كان زائدا فالسجود للزيادة، أي فسجود السهو لأجل هذه الزيادة، وإلا أي وإن لم يكن زائدا فلتردد الموجب لضعف النية، أي لأنه حصل له تردد، تمام؟ ولذلك مثل لك فرع فقال: فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، بنى على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي بركعة. هذه الركعة التي أتى بها يحتمل أنها الرابعة ويحتمل أنها الخامسة. إذن هو أتى بها مع احتمال الزيادة، يسجد للسهو أو لا يسجد؟ يسجد للسهو، واضح؟ قال: فلو شك أصلى ثلاثا أم أربعا مثلا أتى بركعة، لأن الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو. طيب لماذا يسجد للسهو؟ قلت لك للتردد، واضح؟ قال: ويسجد للسهو وإن زال شكه قبل سلامه. انتبه معي، هو شك هل هذه الثالثة أو الرابعة، تمام؟ ماذا قلنا؟ يجعلها الثالثة ويأتي بركعة، قام وأتى بركعة. عندما أتى بركعة جلس للتشهد قبل السلام، تذكر أنها فعلا الرابعة وليست الخامسة، تذكر أنها فعلا الرابعة وليست الخامسة، هل يسجد للسهو؟ أو نقول ما دام أنك تذكرت لا تسجد للسهو، ما رأيكم؟ فهمتم صورة المسألة؟ يسجد أو لا يسجد؟ يسجد. طب لماذا يسجد؟ نقول لأنك عندما قمت لها، عندما فعلت هذه الركعة كنت مترددا، صح؟ ما دام أنك ترددت عند فعلها تسجد للسهو حتى لو تيقنت بعد ذلك أنها الرابعة، واضح بارك الله فيكم؟ انظر ماذا يقول. قال: ويسجد للسهو
وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أي قبل سلامه أنها الرابعة. لماذا؟ قال للتردد في زيادتها. فهمنا؟ ثم قال ولا يرجع في فعلها إلى ظنه. هذه مسألة مهمة. بعض الناس إذا شك هل هي الثالثة أو الرابعة نحن نقول له ماذا؟ اجعلها الثالثة وأتي بركعة. لكن يقول لك غالب ظني أنها الرابعة. ليس يقين لكن غالب الظن أنها الرابعة. هنا هل يعمل بغالب ظنه أو لا يعمل؟ واضح السؤال؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا شككت هل هي الثالثة أو الرابعة؟ لا أدري. نحن نقول له إذا كنت وقعت في الشك اجعلها الثالثة وأتي بركعة. يقول لكن غالب ظني أنها الرابعة. نقول هنا لا تلتفت إلى غالب الظن، لا بد من اليقين، لأن الأصل عدم فعلها. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال ولا يرجع في فعلها إلى ظنه، أي إلى ظنه الغالب. لا يرجع إلى ظنه الغالب، لا يعتبر ظنه الغالب. فهمنا؟ قال ولا يرجع في فعلها إلى ظنه، واحد، ولا إلى قول غيره أو فعله. نفترض أنت تصلي وشككت هل أنت في الثالثة أو الرابعة، وكان بجانبك شخص ينظر إليك يراقب صلاتك، فرأى فيك ما يدل على التحير والشك، قال إنها الرابعة. مثلا قال لك إنها الرابعة، هو يحسب لك مثلا، هل تعتمد قوله أو لا تعتمد قوله؟ قال لا تعتمد قوله. واضح؟ لا ترجع إلى قول غيرك ولا ترجع إلى فعل غيرك. كيف إلى فعل غيرك؟ يعني افترض أنك كنت تصلي في جماعة، وهذه الجماعة نفترض أنهم 3 أشخاص، إمام ومأمومان. أنت مأموم شككت في أثناء الصلاة هل نحن الآن في الرابعة أو في الثالثة؟ تمام، لكن الإمام جلس على أنها الرابعة، أنت في شك، والمأموم الآخر جلس على أنها الرابعة، أنت ما زلت في شك. هل تعتمد قولهم أو لا تعتمد قولهم؟ عفوا، هل تعتمد فعلهم، هذا فعل الآن، أو لا تعتمد فعلهم؟ قال لك لا تعتمد فعلهم، لا تعتمد، اعتمد على ما في يقينك أنت، لا تعتمد إلى قول غيرك ولا إلى فعل غيرك. إلا إيش إلا؟ إلا إذا كانوا جمعا كثيرا بلغوا مبلغ التواتر، كأن كنت تصلي في جماعة مثلا عددهم يصل إلى 70، يصل إلى 100، بلغوا مبلغ التواتر. فهمنا أو لا؟ فحينئذ بارك الله فيكم نقول لك أن تعتمد قولهم. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله يذكر هذه المسألة، وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد. لا تعتمد على قول أحد. وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. فهمنا بارك الله فيكم؟ هنا يقول لك ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره أو فعله، وإن كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر. أي فإذا بلغوا عدد التواتر فإنه يرجع إلى قولهم أو إلى فعلهم. فهمنا؟ واضح؟ إن شاء الله. ثم قال وأما ما لا يحتمل زيادة، كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد. انتبه، شوف الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي مرت معنا. المسألة التي مرت معنا متى تذكر أنها الرابعة؟ تذكر قبل السلام،
يعني عندما قام كان مترددا صح، لكن الآن شك هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة، وقبل أن يقوم للرابعة، قبل أن يقوم للرابعة تمام، قبل أن يقوم تذكر أنها الثالثة، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ نقول لا يسجد للسهو، واضح؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه هنا لم يحصل الفعل مع التردد، هو ما زال في الثالثة، والثالثة لا بد أن يأتي بها على كل تقدير، واضح؟ انظر ماذا قال: وأما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر قبل القيام للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد، لأن ما فعله منها أي من الثالثة مع التردد لا بد منه بكل تقدير، فإن تذكر بعد القيام لها يعني بعد أن قام للرابعة تذكر، قال فإن تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام في زيادتها. فهمنا أو لا؟ أيوة. ثم قال نقرأ، ها ما زال الوقت صح؟ ما زال الوقت نقرأ، ها إن شاء الله. قال وسنة، هذه المسائل شوف تحتاج إلى انتباه التي ستأتي، انتبه. قال وسن لمأموم سجدتان، سن لمأموم الآن سيتكلم بعد أن تكلم لك على المصلي الذي وقع له سهو في صلاته، سيتكلم لك عن السهو الذي يسري إلى صلاة المأموم بسبب الإمام، واضح؟ السهو الذي يمشي إلى المأموم بسبب الإمام، انظر ماذا قال: وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه. كيف هذا؟ انتبه معي. قال وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر، يعني إمامك ترك التشهد الأول وكان متطهرا، عندما قال وكان متطهرا هذا يخرج ما لو تبين أنه محدث، سنذكره بعد قليل، اتركوا هذا الآن. إمامك نسي التشهد الأول، أنت قرأت التشهد الأول في صلاة الظهر، أنت قرأت التشهد الأول لكن هو نسي التشهد الأول، سجد للسهو، أنت تسجد للسهو ولا تسجد؟ واضح السؤال؟ أنت تسجد للسهو ولا تسجد؟ أنت تسجد للسهو تبعا له، مع أنك أنت لم تسهو لكن يأتي إليك السهو بسبب الخلل الذي حصل في صلاة الإمام فيسري إليك سجود السهو، واضح؟ فيسجد المأموم لسهو إمامه، يسجد المأموم لسهو من؟ إمامه. قال وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر، فهمنا؟ إذن أنت كمأموم إذا سهى إمامك فإنك تسجد للسهو حتى وإن كنت لا تعلم لماذا سهى أو في ماذا سهى، حتى لو كنت لا تدري، ما دام أنه سجد تسجد معه، واضح أو لا؟ قال وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه. وإمامه إيش معنى وإمامه؟ انتبه معي، هذا الإمام زيد، هنا زيد هذا إمام، فجاء عمرو ودخل مع زيد في الركعة الثالثة، يعني عمرو هذا مسبوق فاتته الركعة الأولى والركعة الثانية، وزيد هذا قبل أن يدخل عمرو في الصلاة معه نسي التشهد الأول، الإمام هذا نسي إيه؟ التشهد الأول، إذن عليه سجود سهو أو لا؟ زيد عليه سجود سهو، جيد عليه سجود سهو، وهذا الآن يصلي خلفه الركعة
الثالثة سيصلي ثالثة ورابعة، هذا سيسلم، وقبل أن يسلم يسجد للسهو. يسجد هذا للسهو أو لا يسجد؟ يسجد للسهو، مع أن السهو حصل قبل الاقتداء. انتبه، يسجد للسهو مع أن السهو حصل متى؟ قبل الاقتداء، لأن المأموم يسجد لسهو إمامه. فهمنا؟ إذن عمر سيسجد للسهو، صح؟ يسجد للسهو مع إمامه وجوبا، ثم يقوم يصلي الركعة الثالثة والرابعة، وقبل أن يسلم عمر يسجد للسهو مرة أخرى. طيب لماذا يقول أنا قد سجدت مع الإمام؟ نقول السجود الذي سجدته مع الإمام هذا سجود متابعة له، لأن محل سجود السهو قبل السلام. واضح؟ إذن أنت يا عمر بعد أن تقوم تصلي الثالثة والرابعة وتقرأ التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسجد سجدتين، سجود السهو وتسلم. أما السجدتان اللتان سجدتهما مع الإمام كانتا للمتابعة. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ إلى الآن ما في مشكلة. عمر هذا عندما قام يصلي الثالثة والرابعة جاء خالد فصلى معه، جاء من؟ خالد فصلى مأموما بعمر، صلى مأموما بعمر، أيوة. فعمر جلس في التشهد الأخير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سجد للسهو وسلم. خالد ماذا يصنع؟ يسجد للسهو أيضا متابعة لإمامه، ثم يقوم يكمل بقية صلاته، صح أو لا؟ خالد هذا سيقوم يكمل بقية الصلاة، قام خالد وأكمل بقية الصلاة. وعندما يجلس للتشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل خالد؟ سيسجد للسهو قبل أن يسلم. واضح أو لا؟ أي سهو حصل له؟ سهو من حصل له هذا؟ سهو الإمام الأول. انظر، بعد ذلك جاء سالم، عندما قام هذا يكمل بقية صلاته اقتدى به سالم، نفس الكلام. فسالم هذا سيسجد أولا متابعة لإمامه، ثم إذا جلس للتشهد الأخير وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد للسهو قبل سلامه. واضح؟ أي سهو حصل له؟ حصل له سهو؟ لا، بل حصل للإمام الأول سهو. فهمنا أو لا؟ يتسلسل. هذا المقصود هنا بقوله رحمه الله تعالى عندما قال لك وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه، أي وإمام إمامه وإمام إمام إمامه إلى آخر. فهمنا مشايخ؟ واضح؟ هذه سورة المسألة. قال وسن لمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمامه ولو كان سهوه قبل قدوته. شرحت لك هذا، يعني أن المأموم يسجد لسهو الإمام حتى وإن سهى الإمام قبل أن تدخل معه. نفترض أنك دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة وكان الإمام سهى في الركعة الأولى، الإمام سيسجد للسهو لأنه سهى في الركعة الأولى. أنت المأموم تسجد للسهو أو لا تسجد؟ هل تسجد للسهو لأن إمامك سجد للسهو، أو تقول إنه سجد للسهو لأن السهو حصل له قبل الاقتداء، قبل أن أقتدي به، إذن لا أسجد معه؟ فهمنا؟ ما رأيكم؟ نقول تسجد معه وإن حصل السهو قبل اقتدائك به. ولذلك قال لك ولو كان سهوه قبل قدوته، أي ويسجد المأموم للسهو وإن كان سهو الإمام قبل الاقتداء. واضحة أو غير واضحة؟ واضحة مشايخ؟ طيب، ثم قال هذا يسمى الغاية. عندما يقول لك مثلا ويجب كذا وإن حصل كذا، قولهم وإن حصل كذا هذا يسمى الغاية،
فهنا ذكر لك أربع غايات. يسن للمأموم سجود السهو وإن حصل كذا. أربع مرات ذكرها لك، ها؟ أربع مرات. الآن يقول لك يسن للمأموم أن يسجد لسهو إمامه وإن حصل السهو قبل الاقتداء، هذا واحد. اثنين، يسن للمأموم أن يسجد لسهو إمامه وإن فارقه. ما معنى وإن فارقه؟ انتبه معي، سهى الإمام وأنت تصلي خلفه، هؤلاء يصلون خلف الإمام، فالإمام سهى، وبعد نفترض أنه ترك التشهد الأول، سهى عليه سجود السهو، في الركعة الرابعة هذا نوى المفارقة وأن يكمل صلاته منفردا، نقول له الآن أصبحت منفردا لست ماموما، ومع ذلك يسن لك أن تسجد للسهو. واضح؟ يسن لك أن تسجد للسهو، فيسن للمأموم أن يسجد للسهو حتى وإن فارق إمامه. فهمنا؟ حتى وإن فارق إمامه. ولذلك هنا الغاية الثانية قال وإن فارقه. طيب الصورة الثالثة، انتبه معي، يقول لك يسن للمأموم أن يسجد للسهو، يسن للمأموم أن يسجد للسهو وإن بطلت صلاة الإمام. كيف يعني؟ يعني مثال، الإمام ترك التشهد الأول عليه سجود سهو، ثم في الركعة الرابعة أحدث الإمام خرج من الصلاة، فهؤلاء أكملوا صلاتهم، نقول لهم أكملتم صلاتكم يسن لكم أن تسجدوا للسهو حتى وإن بطلت صلاة الإمام. واضح؟ قال أو ترك الإمام سجود السهو. نفترض أن الإمام ترك التشهد الأول عليه سجود السهو، قال الإمام سجود السهو مستحب، أنا لا أسجد للسهو، فسلم مباشرة ولم يسجد للسهو، نقول يسن لكم أن تسجدوا للسهو وإن تركه إمامكم. فهمنا؟ هذه كم غايات؟ أربع غايات. قال لك ولو كان سهوه قبل قدوته، وإن فارقه، ولو بطلت صلاة إمامه، ولو ترك الإمام سجود السهو. السؤال، لماذا المأموم يسجد للسهو حتى وإن حصلت هذه الأمور؟ لماذا يسجد للسهو؟ قال لك التعليل جبرا للخلل الحاصل في صلاته، لأن المأموم حصل في صلاته خلل. من أين الخلل؟ من أين جاء الخلل؟ بسبب سهو الإمام، فالخلل حصل في صلاة الإمام، لكنه انتقل إلى من؟ إلى المأموم، فجبرا لهذا الخلل يسن للمأموم أن يسجد للسهو. فهمنا يا مشايخ؟ قال جبرا للخلل الحاصل في صلاته، فيسجد بعد سلام الإمام وعند سجوده. انتبه، انظر ماذا قال، وعند سجوده أي سجود الإمام يلزم المسبوق والموافقة متابعته. يعني أولا الإمام يسجد، يجب عليهما أن يسجدا معه للمتابعة. واضح؟ ثم عندما يقوم المسبوق يأتي ببقية صلاته، نقول له يسن لك أن تسجد قبل السلام ندبا، لأن هذا موضع السجود. قال هنا وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته، وإن لم يعرف أنه سهى. يعني حتى لو كنت لا تعرف في ماذا سهى، لماذا سهى، قال وإلا، أي وإن لم يسجد المأموم، يعني سجد الإمام والمأموم لا يسجد، سجد الإمام والمأموم يمتنع عن السجود، وإلا بطلت صلاته أي المأموم إن علم وتعمد، ويعيده المسبوق ندبا، أي ويعيد المسبوق سجود السهو ندبا استحبابا آخر صلاة نفسه. واضح؟ آخر صلاة نفسه. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ واضح؟ أظن مسائل سهلة ليست صعبة، صح؟ ثم قال
لا لسهوه. بقي ثلاثة أسطر لا بد أن نكملها لأن المسألة متصلة. انتبه معي، قلت لك المأموم يسجد لسهو من؟ الإمام. لكن هل يسجد المأموم لسهو نفسه؟ يعني نفترض أنك مثلا لم تقرأ التشهد الأول، جلست لكنك كنت ناسيا فلم تقرأ التشهد الأول، هل تسجد لسهو نفسك وأنت مأموم؟ لا، المأموم لا يسجد لسهو نفسه لكن يسجد لسهو إمامه. ولذلك قال لكم صاحب الزبد ومقتد لسهوه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى. واضح؟ ومقتد لنفسه لن يسجد لكن لسهو من به قد اقتدى. فهمنا؟ قال لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمامه، حال القدوة. أما لو أن المسبوق قام يكمل صلاته بعد سلام إمامه وبعد أن قام لإكمال صلاته حصل له سهو فيسجد. تمام؟ قال لا لسهوه أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عنه الإمام المتطهر. المتطهر المتطهر، واضح؟ أيوة. لا المحدث، ما معنى لا المحدث؟ يعني انتبه معي، هذا إمام وهذا مأموم، هذا إمام وهذا مأموم، هذا المأموم نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول، تمام؟ يسجد للسهو خلف الإمام ولا يسجد؟ لا يسجد، لأن الإمام يتحمل، صح؟ جيد. بعد أن سلم الإمام قام هذا بقي له ركعة سيأتي بها، سيصلي ركعة. بعد أن سلم الإمام مسك الميكروفون قال يا جماعة أعتذر أنا صليت بلا وضوء. إذن هذا الآن نقول له الإمام هذا لا يتحمل عنك لأنه تبين أنه ماذا؟ أنه محدث، عليك أن تسجد للسهو. متى يتحمل عنك الإمام؟ إذا كان متطهرا. أما إذا تبين أنه محدث فإنه لا يتحمل عنك، الآن أنت مطالب بسجود السهو. كذلك إذا تبين أن الإمام عليه نجاسة خفية مثل النجاسة الحكمية التي لا تدرك بالحواس، تبين أنه كان يحمل النجاسة، نقول لك أيها المأموم الإمام لا يتحمل عنك بل أنت مطالب بسجود السهو. فهمنا؟ إذن متى يتحمل الإمام؟ نقول يتحمل الإمام عن المأموم في حالة إذا كان الإمام متطهرا. أما إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر أو كان عليه نجاسة خفية فإنه لا يتحمل عنك. فهمنا؟ ولذلك انظر ماذا قال، لا المحدث ولا ذو خبث خفي بخلاف سهوه بعد سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء القدوة. أي إذا قام المسبوق ليصلي بقية الركعات فسهى بعد أن فارق الإمام، مثلا أدرك مع الإمام الأولى والثانية، سلم الإمام قام ليصلي الثالثة والرابعة، في الرابعة سهى، يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو لأنه الآن ليس مقتد، لأنه الآن ليس مقتد. قال بخلاف سهوه بعد سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء القدوة. ثم قال ولو ظن المأموم سلام الإمام، ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم، يعني كنت في التشهد الأخير مع الإمام سمعت صوت سلام. أحيانا بعض المساجد المتقاربة بسبب الميكروفونات هذا المسجد يسلم فيظن بعض الناس أن إمامهم سلم، يسلمون، واضح؟ قال ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه معه. تبين أن إمامه لم يسلم، تمام؟ قال فبان خلاف ظنه سلم معه، أي سلم مع إمامه ولا يسجد للسهو. طيب لماذا لا يسجد للسهو؟ هو سهى الآن ولا لا؟ سلم قبل إمامه أو لا؟ طيب لماذا لا يسجد للسهو؟ أحسن، لأن هذا السهو حصل له في حال القدوة، في حال كونه مأموما. وقد قلنا إن المأموم إذا سهى في حال الاقتداء لا يسجد للسهو،
ولذلك انظر ماذا قال: ولو ظن الماموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه أي مع إمامه ولا سجود لأنه سهو في حال القدوة. فهمنا بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.